إذن مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة الاستضافة، وسيكون ضيفنا اليوم صانع ومخرج الأفلام أسامة خالد. هو شاب يمني طموح مقيم في ألمانيا. مرحبا أسامة. أهلا وسهلا. أهلا يا أسامة، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، كيف حالك؟ والله يسلمك الله. طبعا في تأخر شوية بالصوت بس المشاهدين بيتحملون، شكله المشكلة متعلقة بسكايب. أسامة، كيف الأجواء عندك؟ كيف ألمانيا؟ الآن أنا مش في ألمانيا، الآن في أمستردام، بس أيوة أنا مقيم في ألمانيا. مقيم في ألمانيا حاليا، الجو مسافر برد يعني. وشوية ظلام. إذن أسامة، طبعا أنا يعني تابعت لك الأفلام، وفعلا أنا مندهش جدا بأعمالك، يعني ما شاء الله عليك. ربما هي ما هيش أعمال متداولة على اليوتيوب، لي يعني خصوصية الإنتاج وهكذا، ولكن يعني لو تعرف الناس عن أسامة. أسامة معروف لدي ولدى الكثيرين، صانع ومخرج أفلام، بينما هناك كثير لا يعرف من هو أسامة. أول شيء شكرا على الاستضافة. بكل بساطة أسامة خالد صانع ومخرج أفلام، مقيم في برلين، يدرس ويشتغل. صار لي في المجال 6 سنين بس بشكل يعني واسع. اشتغل اعلانات قصيره، ميوزك فيديوز، اشتغل افلام وثائقيه، بس الفتره الاخيره ركزت اكثر ان انا اسوي افلام دراميه، ابدا ادخل يعني حبه حبه. وكان اخر مشروع هو فيلم رفوضه اللي شافوه معظم الناس في اكثر من فعاليه واكثر من مهرجان في دول عربيه وفي دول اجنبيه كمان. نعم، طيب كيف كانت بدايه اسامه يعني في موضوع الافلام؟ من متى بدا؟ كان موضوع متعلق بتخصص يعني درس ويعني صقل قدراته فيما يتعلق بصناعة الأفلام، أم أن الموضوع يعني كان عبارة عن شغف وبالتالي تطور الأمر معه حتى وصل إلى ما هو عليه الآن؟ بصراحة هو بدأ من عمر صغير، لأنه لما كنت اشوف يعني لو تذكروا ايام تلفون الباندا والساحر والكاميرات هذيك المربعات، الفيديو لما تصوروا فيه، بس كنت استمتع جدا لما كيف واحد يقدر يصور بهذا الجهاز وتجلس الفيديو للابد، يعني يجلس في هذا الجهاز، الزاويه، الاشخاص اللي فيه، الاصوات اللي فيه، كيف كل فيديو يجيب يعني شعور معين. فهذا اثر فضولي جدا انه كيف ممكن هذا الأداة تغير نفسية الشخص، من أفكاره، جميل، بأشياء كثير. فبدأت من هذه الأيام أبدأ أتعلم حبة حبة عبر النت أكثر شيء. لا تقول ليش أنه يعني هذه الفترة اشتغلت فيلم على تلفونات نوكيا، الزلزال والفهد والقصص هذه. الصدق مش بالتلفون بس كاميرا حق البيت صغيرة. اشتغلت فيلم اسمه حياة عامل، موجود في اليوتيوب. زي. كان عمري 17 سنة، هذاك أول فيلم وثائقي اشتغلته بحياتي. يعني هو أول فيلم اشتغلته كان بعنوان اللي هو؟ حياة عامل. حياة عامل، عبارة عن ايش؟ يعني ايش قصة الفيلم هذا وايش كانت الفكرة بالضبط؟ هو من فترة يعني مبكرة في طفولتي كنت دائما عندي الفضول للفيديو وصناعه الافلام، بس السبب اللي شجعني وجاب لي الشجاعه ان انا اسوي اول فيلم وثائقي وبعد الخوف اني اسوي شيء كامل، هو طفل كان يشتغل عامل نظافه في الحي اللي كنت ساكن فيه. كنت اشوفه دائما هو يجلس، احنا نلعب كره ونلعب كل شيء، اشوفه هو جالس بالمكنسه وجالس بعيد عننا يعني. فقلت ايش اللي خلاه هو يجلس بهذا المكان واحنا بهذا المكان، يعني احنا معنا حياه وهو مع حياه. فهذا اثر فضولي ان انا ايش اعرف عنه اكثر، اعرف قصته، ايش بيسوي، ايش بيعاني، ايش بيحس. فهذه كانت يعني اول يعني دافع قوي يخليني اكمل الفيديو، يعني فيلم وثائقي كامل.
نعم. طيب هناك صراحة يعني أفلام أخيرة يعني أدهشتني بشكل كبير وأنا أشاهدها يا أسامة، لكن يعني قد يعني الآن نحن نتحدث عن أسامة ونتحاور مع أسامة، يعني ممكن أي شخص يدخل على اليوتيوب عشان يشوف هذه الأعمال، هي بجد أعمال متميزة، لكن السؤال هنا لماذا لم توضع على قناة خاصة فيك على يوتيوب حتى الآن يعني؟ هو بالنسبة لي شخصياً الآن بسوي قناة يوتيوب وأعمل محتوى اللي هو أقدر أنشره عبر اليوتيوب، مش المهرجانات، مش أفلام كاملة، لأنه اللي ممكن ما يعرفوش الناس إنه لو تنزل الفيلم سواء درامي أو وثائقي في النت ما بيكونش مؤهل إنه يدخل منافسات في مهرجانات أفلام حول العالم أو حتى في الوطن العربي. جميل. طيب الفيلم الخوذة مثلاً بينزل النت بس أول ما يخلص السباق الأفلام. طيب إذن أنا أتحدث كثير برضو عن اندهاشي من هذه الأفلام ويعني جودة إنتاجها وأفكارها. نشاهد بعض المقاطع لهذه الأفلام حتى يتعرف الناس أكثر على أسامة والأعمال التي قدمها. نشاهد سويا. إذن هذه كانت بعض النماذج لأعمال أسامة. أسامة يعني لو ركزنا في هذه الأعمال الخوذة وأيضا مسرح الجريمة، يعني ما هي الرسالة التي يود أسامة إيصالها من خلال هذه الأفلام؟ في فيلم الخوذة والفيلم الثاني مسرح الحياة، هو عادة الفن بشكل عام يعني اللي أنا أشوفه من منظور إنه أسئلة أو قضايا أشوفها قدامي مش لازم أطرح الحل، أطرحها للنقاش للناس كلهم تشوفها تتناقش تفكر معايا يعني، وبالنهاية هي وسيلة للتعبير، أحسن وسيلة للتعبير يعني شخصيا شفتها هي صناعة الأفلام، تقدر توصل يعني آلاف الكلمات في 3 دقائق 6 دقائق، فاعتبرها وسيلة ما أقول حل المشاكل بس إثارة النقاش. نعم. لكن هو برضو فيلم الخوذة يعني وأنا أتأمل فيه يعني وجدته يعني له ارتباط وثيق بالواقع وأيضا يعني حال البلد وحال الناس في يعني الفترة الماضية وما تمر به البلاد. بالضبط. هو فكرة الفيلم حتى الخوذة لما جت لي من تجربة شخصية حصلت لي، واكتشفت بعدين لما جمعت الفريق بدأنا نشتغل كل شيء من الصفر إنه هذا الشيء مش أنا لوحدي حاسس فيه، في أكثر من شاب في اليمن في مختلف المحافظات حاسين بنفس الشيء، فمعظم الأعمال اللي أسويها دافعها هو شعور شخصي أو مرحلة معينة.
جميل. طيب أسامة، يعني كل حاجة كذا الفكرة والنص والإخراج وال يعني كلها يعني كلها اجتمعت فيك، وأنت يعني المنفذ لهذه الأفلام بكل التفاصيل. لا مستحيل فيلم جيد تشوفه يكون من شخص واحد أو اثنين، يحتاج نعم. فريق متكامل. نعم، هو أكيد بالحاجة إلى فريق متكامل، لكن أنا أقصد يعني أسامة مثلا أحيانا يأتي بالفكرة وينفذها، وهو بالفعل أنت بحاجة إلى فريق، والعمل عمل متكامل، لكن أنا أقصد أنه الأرضية والأساس التي بني عليها العمل يعني هي قائمة على أسامة بمعظم الأعمال؟ إلى حد الآن أيوة، لأنه معظم الأفلام اللي أنفذها أكون حاسس فيها أنا بشكل أكثر. في السينما في اليمن الممثلين عندنا نقص شوية، إذا تشتي حد يعني ينقول لك الشعور اللي تشتيه يأخذ وقت، وهذا الشيء اللي إحنا ما نقدرش نسويه في المشاريع الأفلام القصيرة، لأنه في مشروع الخوذة بدأت بشكل شخصي إلى مرحلة معينة، بعدين ساعدتني زميلة يسرى الله يفتح عليها أقدم على فاند، وأخذت من بريتش كانسل سبوت يمن أشكرهم والكل. ف المجال في السينما عادوا يعني يحتاج واحد يتشعب شوية، مش مشكلة يسوي أكثر من شيء. طيب بالمناسبة على ذكر الممثلين اليمنيين والتمثيل، وأنه هناك ما فيش ممثلين متميزين، يعني أنا يعني طبعا لجمال طه وأيضا أنت يعني أعتقد أنه ما لكمش تجربة سابقة في التمثيل، لكن ما ألاحظه من خلال هذه الأفلام يعني ما شاء الله شيء رائع. يعني اليوم أسامة مخرج وأيضا ممثل يمتلك موهبة التمثيل. شكرا، أوجه الجمال لكل تحية. هو بصراحة في الفن أي حد عنده شغف وحب بينطلق، أكيد الموهبة تلعب دور، بس الحب هو اللي بيخليك تصبر على التعب، هو بيخليك تعيد المشهد 1000 مرة من دون ما تقول خلاص يعني تعبت. فأعتقد إحنا توفقنا لأن إحنا نحب هذا الشيء. وكمان أرض أصلا القضية وفكرة الأفلام، لأنها يعني مرتبطة بالواقع وبالألم، وبالتالي يعني وأنا ألاحظ تمثيلك أو تمثيل جمال يعني الرجل يعيش الدور ويعيش الحياة نفسها، يعني ليس فكرة تمثيل وحسب. يعني طيب بالضبط أكيد. اتفضل. لما الممثل يجي من خلفية نفس الخلفية للقصة اللي انكتبت بيساعد كثير، يعني خلاف لما تجيب حد من مصر مثلا يمثل الشخصية مش عارف كيف كانت الحرب، مش عارف ايش احنا بنحس، مش عارف ايش معنى دخان غارة، يعني هذه التفاصيل كلها تلعب دور اكيد. طيب أسامة، الأفلام يعني بالجودة التي قدمتها يعني الموضوع بحاجة إلى دعم كبير وإمكانيات كثيرة، كيف أنتجت هذه الأعمال وما هي إمكانياتك ومن الداعم؟ من البداية في كثير ناس دعموني يعني بصراحة، من ناحية تدريب، من ناحية معلومات، من ناحية تعاون، من ناحية كل شيء. بس اللي آخر مشروع اللي هو طبعاً فيلم الخوذة فاز كأفضل فيلم قصير في مهرجان كرامة في الأردن، وترشح في مهرجان في باريس وفي كمان في الإمارات رائع وتونس انعرض، وفي إيران وفي قطر في مهرجان أجيال، والآن عادوا بيدخلوا المنافسة. فبتكلم على فيلم الخوذة بشكل خاص، يعني ساعدوني ناس كثير في رحلة الخوذة. صراحة فيلم الخوذة يعتبر يعني تجربة شخصية غيرت فيني كشخص حتى كفنان مش كمخرج فقط. لما تشوف الاشخاص اللي يشتغلوا معك بحب وكل شيء في خلال، واحنا بنبني اللوكيشن ولا بنشتغل تشوف الكلام، تشوف انه يسهروا معك للصباح، يعني نقدر نقول انه اقرب اعمالك الى قلبك. ايش السبب يعني الخوذة؟ آه
بالضبط. هو أخذ مني وقت كبير وحاربت، يعني حاربت إن أنا أخرجه، لأن أنا اشتغلته في 2018 و17 صورته، وتعرقلت كثير بأسباب يعني مختلفة، منها الحقوق، الميوزك، الفيديو، كل شيء في الفيلم أملك الحقوق كاملة لها. وطبعا أكيد بريتش كانسل سبورت يمن لما دعموني يعني عمل دهفة كبيرة للمشروع إنه يتحرك بشكل أسرع يعني. جميل. طيب يعني لو يعني أتينا إلى حصر لعدد الأعمال التي اشتغلتها كأسامة منذ البداية وحتى الآن، كم هي أعمالك؟ الأعمال اللي هي سينمائية يعني في متعلقة بالأفلام والإخراج. نعم. أنا صار لي حوالي 6 سنين وأكثر أخرج أفلام وثائقية، إعلانات، ميوزك فيديوز، بس أعتبرها تجارية يعني علشان واحد يعيش بالضبط، وعشان تشتغل الأعمال الفنية الثانية. بس كعمل شخصية 4 أفلام، منها 2 موجودة و2 في قيد التطوير. نعم. في واحد شاركت فيه في مسابقة قمرة، يعني ما الذي حققه هذا الفيلم في المشاركة؟ عفوا ما فهمت، ممكن تعيد مرة ثانية؟ في هي مسابقة الأفلام التي عرضت على قناة NBC اللي هي قمرة، كان لك أحد الأفلام مشارك فيها كما يعني عرفنا، يعني ما الذي حققه هذا الفيلم من خلال المشاركة؟ لا بالحقيقة هو الفيلم مشارك في مهرجان أجيال اللي في الدوحة. يعني لم يكن لك مشاركة في قمرة؟ مش في قمرة. إذن لا. إذن جميل إن هذا الإيضاح. طيب يا أسامة، يعني ما شاء الله عليك، يعني مواهبك متعددة، لكن غير التي ذكرناها والتي دار الحديث حولها من خلال هذه المقابلة، ما هي مواهب أسامة الأخرى؟ بصراحة الفترة الأخيرة خلاف عن أنا كمان هنا في ألمانيا، بيخرج بعد سنة وشوية، عدم يعني مرحلة الإنتاج ما بعد الإنتاج، بس أنا أحب إن أنا أتعمق أكثر في الميوزك. عملت تجديد الأغنية مع الفنان عمار زايد اسمها يا مطر، أكيد الكل يعرف هالأغنية القديمة. بنحاول أمشي في الطريقين هذا بالتوازي، أكيد صناعة الأفلام بشكل أكبر، بس الميوزك كمان أحب الميوزك بشكل كبير كبير كبير، والميوزك الغربية والأوروبية مأثرة عليها كثير، وكمان الموسيقى اليمنية اللي تربينا عليها، أغاني الحلوة هذه التراثية راسخة في دماغي، فبنحاول الآن أدمج بينهن وأحاول أطلعها بشكل جديد، إن شاء الله الناس تعجبهم. جميل. بالنسبة للأفلام، هل هناك مشاريع قادمة تحضر لها لإنتاج أعمال جديدة تتعلق بالأفلام؟ في فيلم وثائقي جالس أطوره، يتكلم عن أخوتي الصغار الاثنين، طبعاً أخوتي الصغار هم كمان يحبوا الأفلام ويصنعوا أفلام كذا، معهم صفحة في الفيسبوك اسمهم أحمد أند نجم، فالفيلم يتكلم عنهم وقصة حياتهم خلال الحرب، من لما بدأت الحرب إلى 2020، فهذا الفيلم الوثائقي جالس أطوره. وكمان في فيلم حاول تتحدى نفسي الآن، جالس أكتب النص اللي تكلمت عنه، بيكون ما لهش دخل بالحرب ولا شيء، بس قصة عن اليمن طبعا، بس حسيت أنه الناس سعلي بيشوفوا الفن متنفس لهم مش يهربوا من الواقع، وإحنا كمان نفعل أفلام وثائقية أو أفلام درامية تكلم عن الحرب. كثير لما أروح مهرجانات ولا شيء يمنيين يقولوا لي لو سمحت بالله لو تعمل فيلم ما لهش دخل بالحرب، شيء نحضر ونفرح ونروح. بالضبط، يعني الناس تعبت من الـ يعني الأزمة والمشاكل التي
تمر بها البلاد. أتمنى لك كل التوفيق أسامة، و أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا، سررنا كثيرا بوجودك معنا في هذه الحلقة.